سلمى، يحتفل في 1 من تشرين الثاني باليوم العالمي للنباتيين في جميع أنحاء العالم، وبهذا اليوم رح نسلط الضوء على حمية النباتيين وأنواعها، وما هي العناصر الغذائية اللي بتنقص في حمية النباتيين، وشي هي المصادر اللي بتدعم هي الحمية وبتعوض عن هيدا النقص. أسئلة كتير رح تجاوبنا عنها أخصائية التغذية إيفانا اليوسف. نقول لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي على شاشة الأخبارية. أهلا وسهلا فيكم، صباحكم صباح الخير إيفانا. صباح النور. هلا إيفانا، يمكن في كتير ناس بتقول أنه أنا شخص نباتي، يعني بنسمع بهذا المصطلح، والمعروف أنه الشخص النباتي هو اللي ما بيأكل لحمة، لكن عم نشوف بالآونة الأخيرة بعض الأشخاص بيقولوا أنه هن نباتيين لكن بيأكلوا لحمة. خلينا هيك بالبداية نعرف مفهوم شو يعني المقصود بالشخص النباتي. الشخص النباتي او الحميه الغذائيه النباتيه بشكل عام، كل الناس بتفكر انه الاشخاص اللي بيمشوا عليها او بيتناولوها او بيعيشوا عليها معناتها عندهم جسم صحيح، عندهم صحه احسن، عندهم طاقه، عندهم عمر مديد. هلا علميا اخر الدراسات اكدت انه سبب الامراض من امراض القلب وامراض السرطانات هي انه نحن بنتناول اللحم او اللحومات، مشان هيك فينا نقول هذا الشيء صحيح انه جسدهم احسن، صحتهم اكثر، عمرهم مديد، بس لازم يعرفوا شو لازم يتناولوا، شو هي المصادر الغذائيه اللي بدهم ياكلوها بتعطيهم طاقه، وبنفس الوقت في احتياجات لجسمهم شلون بدعموها او شلون انه بيسدوا النقص اللي بده يصير عندهم اذا ما تناول هاي اللحوم. طيب هذا اللي بدي اسالك عنه بالذات ايفانا، انه نحن بنعرف في معترف الهرم الغذائي هي حصص غذائيه لازم يتناول الشخص خلال الاسبوع منها اللحوم ان كانت حمراء ولا بيضاء، يعني على مختلف انواعها ضمن الهرم الغذائي العالمي المعروف. فانا لما اقول شخص نباتي يعني في حصه غذائيه رح تروح، كيف بيتم التعويض عنها؟ يعني مثل ما بنعرف انه اللحوم هي غنيه بالحديد بالزنك، يعني بكثير من الفيتامينات الهامه للجسم، لهيك لازم انه مره بالاسبوع ناكل لحمه. طب النباتي كيف ممكن يعوض عن هي الحميه وعن هي الفيتامينات اللي بتكون موجوده؟ في مجموعه مصادر غذائيه بتعوض على هذا الشيء. هلا النقص اللي بصير عندهم هن لما بدهم يتناولوا هذا او يعيشوا على هالنظام الغذائي النباتي هو مثل ما قلتي حضرتك، الزنك، الحديد، الكالسيوم، الفيتامين د واوميجا 3 والبيات كلها واكثر شيء البي 12. مشان هيك اذا بدهم هن شو الاكل او المصادر الغذائيه اللي لازم يتناولوها، فعندك مثلا الحديد لازم ياكلوا البقوليات اللي هي السبانخ الموجوده فيها، الحمص، الفول، عندنا كمان بالنسبه للمشتقات او الكالسيوم، منين مشتقات الحليب يقدروا يتناولوا؟ ممنوع مشتقات الحليب، ممكن ياكلوا حليب او يشربوا حليب الصويا او لبن الصويا المدعم، فالصويا هي عباره من البقوليات. لانه هلا كمان عندك الفيتامين د، منين بيقدروا يجيبوا فيتامين د؟ من الحليب الصويا، من الايس كريم، من لبن الصويا، البذور والمكسرات بيقدروا ياخذوا فيها كثير، فيها الحديد وفيها الكالسيوم، فيها فيتامين د، هي الطحينه، اللوز، ممكن الكاجو. بالنسبه للبي 12 بالكورن فليكس الحبوب المدعمه، واكيد من الصويا، واحيانا في بعض النباتيين بيقدروا ياكلوا بيض، صفار البيض، هي انواع اصلا النباتيين مو كلهم بيكون تيبيكال نباتي، في ناس بتدخل شوي مقسمه يمكن لخمس انواع، تمام، منتجات حيوانيه، فهاي المنتجات بيقدروا ياكلوا البيض او صفار البيض، كما موجود فيها هاي العناصر الغذائيه اللي بتنقص فيهم. إيفانا رح نحكي اكثر يمكن عن الانواع مثل ما قلتي انواع النباتيين، لكن بدي اسالك سؤال. في كثير ناس بنسمع انه زمرة دمك بتأثر على ميولك واتجاهاتك بالأكل، ممكن تحبوا أوقات جسمك شو بيطلب، يعني معروف اللي زمرة دمهم أو هن ناس بيميلوا لأكل الدهون، شغلات اللي فيها كتير لحوم بشكل طبيعي وجسمهم بيحتاج هذا الشيء، لهيك بيقولوا دايما الدكتور التغذية بيسألك أول شيء شو زمرة دمك وقديش طولك ووزنك. هذا الشيء بيأثر على النباتيين؟ يعني ممكن إذا شخص من زمرة دمه أو يعني يكون شخص نباتي هذا بيأثر عليه؟ اكيد. هلا اخر في عندك دراستين، مشكله ماشي بهالعالم، دراسه بتقول لك مضبوط هذا الحكي اللي قلتيه حضرتك، ودراسه بتقول لك ما دخل زمره الدم بالاكل، لهلا تماما ما تاكدت بالضبط، حتى في انظمه غذائيه بتقول لك شو زمره دمك، في هذا الاكل الممنوع تاكلي وهذا الاكل والله ممكن تاكلي. والله مو مضبوط هالحكي، لانه فعلا اللي زمره دمهم بيحبوا الشاورما بيحبوا الاكل، يعني هزرونا من الراي الثاني، بعتذر بس عن جد يعني. فاكيد دراسات اللي بتميل لهذا الحكي اكيد هي مضبوط، بتاثر الاون وياكل لحمه، مشان هيك اذا هو كثير نباتي ومضطر
اختار انه يكون نباتي سم كامل نباتي مو منتصف نباتي، بده يضطر انه ياكل البقوليات، الصويا، هاي البروتينات اللي ممكن شوي، العدس، الحمص، الفول، هاي ممكن تطغي شوي عن اللحمه، تعمل شيء تعويض. تمام، ممكن هي بتعوض بالنسبه للمصدر الغذائي اللي هي اللي عددناها سابقا، فيتامينات والمعادن، بس اكيد ما راح تكون مثل اللحمه. أكيد. هذا اللي بدي اسالك عنه. خلينا نحكي انه النباتي هو ما بياكل لحمه واي شيء من مشتقات اللحوم، بدنا نقول تمام. هلا معناتها بدي اضطر عدد شو هن انواع النباتيين. عندك النباتي المنتصف نباتي اللي هو بس بيمنع حاله من اللحوم، عندك النباتي اللي هو بيتناول مشتقات ومنتجات الالبان والحليب والبيض، معناته منع حاله بس من اللحوم. عندك النباتي بس اللي بياخذ خضره وفواكه، خضره طبعا دائما بيكون خضره وفواكه مع المشتقات الحليب، هون منع حال اللحوم بالنسبه للبيض. النباتي الكامل هو فقط نباتات فواكه وخضره، والشيء اسمه الميكروبيوتيك هو نفسه كمان مثله النباتي. بس هون شو اللي بيفيد، بيختلف النباتي عن الشخص العادي، هو بس انه فواكه اكثر، خضار اكثر، سعرات حراريه اقل، دهون اقل، وبيحمي حاله من عده من الامراض، لانه مثل ما ارتبط اخذ دراسات انه كل الامراض لها علاقه بالدهون اللي بنتناولها واللحوم الحمراء. اكيد. طيب ايفانا، بما انه عم نحكي عن النظام الغذائي والنباتيين، خلينا ندخل شوي ونعرف تفاصيل الام الحامل، قد ايه بيفرق هذا الموضوع معه، وخصوصا اذا كانت نباتيه قبل الحمل وبعد الحمل، هل هي فيها تضل على هذا الشيء ولا لا؟ بلا، فيها تضل، بس بدها تزيد من الحصص الغذائيه اللي بتتناولها، عشان اول شيء ما ينقص اي احتياجات إلها ولطفلها للجنين. مثلا عندك الخبز والحبوب بتصير تاخذ 7 حصص باليوم، يعني 7 مرات بتتناولهم. ممكن كمان الخضار والفواكه، عندك الخضار بصير 4 مرات، الفواكه 3 مرات. لما نقول 3 مرات يعني 3 قطع، مو 3 مرات او 4 قطع. بس لما نقول 5 حصص هي اساسا، او 7 حصص هي المعترف عليها 5 حصص غذائيه مختلفه، مو بالوجبات 3 اساس، 3 انه 5 حصص ممكن انه بالحصه الواحده. تمام. هي الحصه هي اللي بدي افسره للمشاهدين اكثر. نفترض انه تكون 3 حصص، ممكن خبز رز هيك. اوكي. هاي بتكون كربوهيدرات، خبز، نشويات، والمكسرات والحليب والبذور هاي بتاخذها تقريبا 5 مرات باليوم. بالنسبه للدهون 2 مرتين، يا ما بتكتر منه، والسكريات تقريبا مره، هيك بتكون هي وفيت واخذت المصادر الغذائيه اللي ممكن تنقصها اذا ما تناولت لحم. طيب لما نشوف يمكن الام بتكون نباتيه نوعا ما بتاثر على اطفالها، اللي عنده اطفال بالبيت او مراهقين نوعا ما ميالين لاهلهم وصاروا نباتيين، كيف فينا نعوضهم عن الغذاء اللي بيمنحهم طاقه يعني طول الوقت؟ نحن بنعرف الاطفال قديش في عندهم حركه وقديش في عندهم نشاط زايد. بدي انا مثلا كام انه اعرف شو هي الحصص الغذائيه اللازمه لاطفالي لحافظ على نشاطهم اليومي وصحه جيده يعني. هلا مثل ما قلتي حضرتك، الاطفال او المراهقين اللي بيكونوا نباتيين او كثير بيعملوا دايت نباتي، هن مثل ما بيكونوا متعلقين بابائهم او شايفين شي منظر حيوان دجاج اتليت او خروف قدامهم، فصار عندهم مشكله بالمنتجات الحيوانيه. هلا ممكن نحن ندعمهم بفيتامينات ومدعمات مع الاكل، لانه هن اكثر شيء اللي بدهم اصلا بي 12، الزنك والكالسيوم. بهالحاله نحن مع المدعمات والحبوب والغذاء وحصص خاصه بياخذوها بتصير عندهم كميات بتدعم هذا النقص، بتعطيهم طاقه، لانه اخر الدراسات وجدت انه الاطفال اللي بيعملوا بيمشوا بنظام غذائي نباتي عندهم تاخر بالنمو ببطء، مشان يدعموا هذا الشيء ويحموه، لانه الزنك هو اساس عندهم بالنمو. نعطيهم مدعمات ومنزيد الحصص الغذائيه اللي عددتها عند منين، الخبز بالنسبه للمكسرات، في حليب لازم يشربوه، الحليب المدعم بالبي 12 والكالسيوم تقريبا شيء خمس حصص سوري. بالنسبه للدهون بيزيدوا عند الاطفال، لكن لازم ياخذوا 6 حصص. الخبز 3 حصص، الفواكه 2، الخضار 4، هيك بتلاقي من الحصص مع المدعمات اللي نحن اخذناها او الفيتامين مقتب هنن بيقدروا ينمو بشكل طبيعي وما لحين اصلا اي مصادر. اكيد. ايفانا كمان لازم ننوه انه الاشخاص اللي بيكونوا نباتيين يعني هنا ما عندهم مشكله، بالعكس هنا بيكونوا حابين هذا الشيء، ما هم متضايقين منه، بالعكس هنا بيدوروا كمان على كيف يثبتوا حياتهم اكثر. هذا الشيء بيختلف عن الاشخاص اللي صاروا نباتيين او بيتبعوا حميه غذائيه نباتيه. هون لازم شوي يمكن نفصل المشاهدين، مو اذا انا الحميه الغذائيه تبعيتي تعتمد على النباتات معناته انا صرت شخص نباتي، يعني لا فرق طبعا شوي. في فرق، نباتي هو النباتي مثل ما قلنا بده يكون
يا مثل عم يمشي مثل اهله او عنده مشكله بال بجسمه فمضطر انه او مثل ما قلت انه صاير شيء معه بصغر، وهذا النباتي تيبيكال كامل. اما بالنسبه للنباتيين او اللي بيعملوا دايت نباتي هن لينحفوا وزنهم، سعرات حراريه اقل، دهون اقل، مش يستمروا عليه يعني، ممكن بعد فتره بتلاقيهم ممكن ياكلوا عادي. تمام، بعد بالاسبوع ممكن يفوتوا دجاج، يفوتوا لحمه، يفوتوا بيض، شاورما شاورما. احنا متحيزين للشاورما، كنا عم نحكي تحت الحواسط لانه بعد عمل شاق يعني طيلة النهار بتقضي 10 ساعات بالعمل، انه اليوم رايحين ناكل شاورما، عرفتي هي تعويض. عوضوا بشيء ثاني مو شاورما. هلا رح دغري تتذكر انه هي دكتوره تغذيه ورح تتذكر الدهون بس فعلا تطبيقها صعب يعني. هلا كثير حلو الحكي، بس لما تقولي مثلا انه انا معوده مثلا اكل لحمه، ان كان اللحمه بانواع احمر، لحمه حمراء ولا بيضاء، ولا انه انت عم تحكي عن اللحوم السمك، فلما بدك تنتقلي من حياه نوعا ما لحياه نباتيه هي بدها وقت يعني. حتى نوعا ما الاهل معودين على شيء انه ماما كلي لحمه تغذي، يعني هذا الشيء انت ربيتي عليه. تمام. مشان يرد وشك مثلا، بتقول لك انه اليوم انت تعبانه كلي هالقد مشان يرد وشك. فقديش فعلا نحن الصبايا قادرين نطبق هيدا الشيء؟ هي كل شيء بالدنيا اراده. فالشخص متى ما حط بباله انه بده يعمل هذا الشيء وبيتعود حاله، جسمه لحاله بيتكيف. ممكن يعانده الجسم اول فتره، يعمل له مشاكل، فجاه يصير يتخير الاكل، احظه بشيء، شوف شغلات اكلات بيشتهيها. بس مع هيك هي الاراده الاساس، ولما بيحط الشخص بباله انا بدي هيك فبيقدر. هي بس اول فتره بتعذب، بعدين بيتعود. بس هي يعني دراسات تثبت انه النباتي هو اكثر صحه من طبعا صحه وطاقه اكثر. مثل ما قلت لانه اللحوم هي المشكله، اللحوم هلا كلها هرمونات وما بنعرف شو بيطعمه وشو الاعلاف اللي بتطعمها للدواجن او حتى للاسماك. مشان هيك فشخص اذا ولا بد يصير نباتي بده يعوض على المصادر الغذائيه اللي ممكن تنقصه اذا وقف المنتجات الحيوانيه. كله بيمشي بالتعود. التعود هي يمكن المشكله الاساسيه بتواجهوها انتم مع الكل اللي بيراجعوكم، انه انا كيف يعود حالي انه انا مثلا صير الصبح في اشرب مثلا ديتوكس مثلا، انه وين الفطور، وين الجبنه واللبنه والمكدوس فكمان هي الشغله قد ايه بتلعب دور بشغلكم؟ اكيد خصوصا المطبخ الشامي غني بالاكلات يعني انه لما تقولي سوريا او بلاد الشام هي من اهم المطابخ على مستوى العالم اللي بتتفنن بالاكل التغريكي يعني. بتطلع لك كوني قاعده على الفيسبوك بيطلع لك حدا عم يعمل ديتوكس تماما، تفرجي هاد فيكي تستبدليه الصبح وبالصبح وبالعشاء وبكون قدامك السفره مليانه. فعن جد كيف ممكن شخص يقدر يعمل هالخطوه يعني؟ بهالحاله بده يعرف شو بده يفطر. الفطور هو الاساسي عندنا بالوجبات الغذائيه لحتى يبلش استقلاب. ممكن يبلش ايش في يشرب المي، ينطر شوي نص ساعه تقريبا يفطر الفطور اللي هو فيه كل مصادر البروتين والكربوهيدرات وهالقصص والخضار، ووقتها بعدين بقى بدي يوزع الديتوكس للمساء او بين الهاي. بس ما شرط انه يفطر ديتوكس، ممكن يفطر شيء صحي وقليل ويشرب الديتوكس قبل. اكيد يعني بما انه كان في ملاحظه باذن الله من المخرج بنصبح عليه، اكيد كان عم بيقول انه بيكون راح علينا الصباحي. هلا هو معه حق فعلا، في نقطه كثير مهمه، في اشخاص مثلا اللي بيفيقوا كثير بكير مثلا ومضطرين يروحوا عندهم مراحل من العمل بدهم يحرقوها قبل ما يقدروا مثل ما بيقولوا يفتحوا ريقهم يقعدوا وياكلوا، هدول شو بيعملوا؟ وخصوصا انه وجبه الفطور اساسيه. ممكن يعملوا على الفواكه او كاسه عصير على السريع ياخذوه بالسياره ورايح، او يمكن ياخذ معه ساندويش. سمع الاستاذ مخرج؟ لا صعبت استاذ سمر عم يقول لنا نحن انه بدنا اوكي ساندويش خفيف وهو ماشي بالسياره او هو نازل، كاسه حليب، هدول الاشياء السريعه. ممكن قطعه كيك، كاسه عصير، بسكويت مسموح الصبح؟ ايه طبعاً. اكيد اكيد. ليش؟ لانه نحن بحاجه انه نحن احيانا بنختم فطورنا بقطعه حلو، سواء مربى او حلاوي او حتى بسكويت او شوكولاته صغيره ليله حتى تعطيك الطاقه خلال النهار. فانا مشكله انك تختمي فطورك بشيء قطعه حلو صغيره. طيب خلينا نفصل للمشاهدين اكثر من البدايه. لما نقول شخص بده يبدل حياته رح يصير شخص نباتي، نقسم له الحصص الغذائيه، بنقول على الفطور شو لازم ياكل، على الغداء، على العشاء، شو هي الحصص الغذائيه مشان العالم تسجلها نوعا ما يعني. طبعا. انه لما اقول بروتينات مثلا قديش الحصص لازم تكون موجوده بشكل مفصل اكثر. اوكي ممكن هلا نبلش بالخبز القمح او الخبز الابيض. ممكن الخبز ما ياكله ابيض لانه فيه حليب، في ناس ما انواع مثل ما عددناهم ما في مشتقات حليب. خبز الاسمر او الخبز الابيض هدول. ممكن اللي بيتناولوا البيض او اللبنه ياكلوا معلقتين لبنه بيضه
كاسة حليب. أما النباتيين تبكل نباتي ممكن يعملوا سلطة من الخس والتوست ويحطوا لها شوية زيت لأنه بياخذ له هي دهون قليلة. ممكن وقتها أنه إذا ما بدهم يشربوا أكيد الحليب البقري يجيبوا حليب الصويا أو لبن الصويا. كل ما بدهم هذا النوع ممكن يجيبوا الكورن فليكس لأنه في بي 12 لازم يتناولوا. هلا على الغداء السناك دائما بتكون فواكه، يعني ما عندهم مشكله اي نوع من انواع النباتيين. على الغداء ممكن يكون رز البرغل، في شيء اسمه الكينوا. الكينوا يتناولوا النباتيين كثير اخر ضجه او اخر موضه. ممكن يعملوا تبوله بالنسبه للسلطات، اي نوع من السلطات بيتناولوها. بالنسبه هي للنباتيين ممكن الكاملين، اما شوي بياكلوا لحوم او اسماك. في لانه مثل ما قلت بعض النباتيين بيتناولوا الاسماك، بيدخلوا الاسماك بديل او عن الدجاج. اللحم الحمراء بجوز ما يتناولوها ابدا ابدا، ما بياكلوا، بنضل على الرز والبرغل والفريكه مع شوربه العدس. ممكن يعملوا فول يتناولوا، حمص المساء ممكن كمان حمص او فول او عدس او سلطه المساء او سلطه طبعا. هلا حليب الصويا او لبن الصويا ممكن يوزعوا بين الصبح والمساء واللبن مع الغداء. يعني ايفانا وانت عم تحكي عن الاكل ما بيقدر الواحد هيك ما يسالك كمان اسئله يمكن هي بنسمعها بالعموم من الناس او حتى بيسالون عليها، انه انتم بتحكوا كثير مع اخصائيين تغذيه والناس بتفكر انه نحن عندنا نظام غذائي ماشيين عليه بانتظام. انه السلطات اللي مثلا بنحط لها زيت زيتون اوقات مثل الفتوش، بنحط لها خبز مقلي، دبس، هدول الشغلات بياثروا بيسمنوا ولا لا عادي؟ لا اكيد بيسمنوا، في كميات بيسمنوا محدده. هلا يفضل انه الخبز المقلي نعمله بالفرن نشوي تماما، هي طريقه جديده. ممكن كمان انه الزيت بدل ما نحط معلقتين كبار نعملها صغار. الملح نستعيد عنه بالليمون بينكه هذا الشيء، فاجبار القلي والزيت. الدبس بيسمن؟ بيسمن؟ الدبس. لا الدبس تمام، فينا كمان نكثر يعني نكثر منه. زيت الزيتون اذا هو مفيد للجسم بس كمان مثله واقل من الزيوت الثانيه لانه اقل من الدهون المشبعه، بس كمان ما بحق لك اكثر من معلقتين صغار بالنسبه للسلطه. صحن السلطة مع اكيد أه صحن للشخص لا لا مو هيك صحن الشخص، هاي زبدية اوكي الزبدية ممكن نستعد بمعلقة كبيرة. طيب قد للعيلة مو للعيلة يعني قد بتلاقي صعوبة يمكن بالتعامل مع الناس بهي التفاصيل من خلال انك اخصائي التغذية لما يجي لعندك اشخاص يقول لك انه نحن بدنا نقلب يمكن نظامنا الغذائي ونصير نباتيين، قديش بدهم وقت وقديش فعليا بتتعذبوا معهم نوعا ما؟ هلا اذا كان بيجيك في اشخاص بتحكي خلص بدها وعندها اراده وعندها بحاطه بباله، في اشخاص بتكون مونونه. هلا هدول الاثنين اوريدي نحن بنعمل لهم نظام يمكن تدريجيا، يعني ما بتقطع فورا عنهم. في ناس ما بتقطع، لا في ناس بتجيك خلص مستحيل ما بتقطع. هي لحالها بتقول لك انا نباتي ما باكل لحمه. نحن بندخل لهم هاي المنتجات او المصادر الغذائيه اللي ذكرتها سابقا بكميات مخصصه لهم لحتى يدعموا النقص تبعهم. اما اللي بيكونوا شوي شوي بنقدر نقطع لهم ندخل لهم اشياء نعوضهم فيها سواء البيض، الحليب، هاي القصص. يعني ما ما بياكلوهم لانه اصلا كله بيكون مدروس، كله موجود حتى بالكميات تمام، حتى بالكوب هدول القصص مشروح بالضبط قد ايه الكميات كم الغرامات، فما عندهم مشكله. هاي الشغله علينا نحن وقتها. ايفانا اليوسف اخصائيه التغذيه، نتشكرك على وجودك معنا وعلى المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. سعيدين فيك، شكرا كثير لك. شكرا ايفانا، شكرا لكل النصائح اللي قدمتيها، واكيد بنتمنى كل الناس يكونوا تابعوا واستفادوا. شكرا لك، اهلا وسهلا فيكم.